بعد مرور أكثر من شهر من اعتصام موظفي مكتب الثقافة بمحافظة الجوف بسبب إقالة مدير عام مكتب الثقافة بالمحافظة بقرار من محافظ المحافظة، قام الأخ محمد سالم بن عبود محافظ المحافظة في زيارة للمعتصمين أمام المجمع الحكومي بالمحافظة اعتذارا منه عن ما قام به من إقصال مدير عام مكتب الثقافة، وقام بتحكيم مدير عام مكتب الثقافة والمعتصمين حسب الأعراف والتقاليد القبلية وتقديم بعض قطع السلاح للتحكيم فيما قام به من إقصاء للأخ مدير عام مكتب الثقافة، وطلب منهم رفع الخيام من أمام المجمع الحكومي بالمحافظة. وتم إقصاء الأخ عبد الحكيم سيلان من منصبه بدون أي مبرر وبدون أي عمل يدينه بإقالته من منصبه. جاء محافظ المحافظة اليوم بن عبود واعتذر وقدموا بنادق تحكيم وما إلى ذلك. وإذا أخطأ المحافظ محافظ بشر فهو معصوم من الخطأ، لا بد أن يعالج. هكذا أصبحوا دعاة الدولة المدنية يصدرون قرارات إقصاء للكوادر المؤهلة وفي الأخير يقوموا بتقديم قطع من السلاح لتحكيم حسب الأسلاف والأعراف القبلية. هكذا لا يزال المعتصمين أمام المجمع الحكومي بالمحافظة بعد قيام محافظ المحافظة بتحكيمهم. يتساءل أبناء المنطقة، فهل سيلبي مطالبهم بعد قيامه بزيارتهم ورفع الخيام من أمام المجمع الحكومي بالمحافظة؟ لقناة اليمن اليوم عبد الوهاب نمران، مدينة الحزم، محافظة الجوف.